السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله بإذن الله ربنا يصلح حالنا إن شاء الله. النهاردة 8/8/2020، فبإذن رب العالمين ناويين إن شاء الله، زي ما الناس اللي هم متابعيني عارفين إن أنا هعمل إيه إن شاء الله. بإذن رب العالمين هفقس بإذن الله بيض سمان طبعا، وهنتهز الفرصة بتاعت الحر بتاع شهر اغسطس علشان نوفر كهرباء شويه، لان طبعا ما شاء الله الكهرباء النهارده عامله معاها عامله معاها العمايل، وكل الناس عارفه وحاسه بالوضع. فقلنا ايه باذن الله نفقس. بس طبعا انا عايز اقول لكم حضراتكم حاجه على يعني ايه على موضوع الفقاسه بتاعتي. الفقاسه بتاعتي يا جماعه الخير مشكلتها ان البيض اللي دايما بيبقى بره هنا كده، اللي بيبقى بره دايما يعني 90% منه ما بيطلعش. فانا مش عارف يا ترى هو طبعا ده بيبقى اخر بيض، يعني او اخر بيض متباض، يعني بيبقى بيض طازه. فانا مش عارف يا ترى هو البيض المفروض يقعد شويه يعني يومين ولا حاجه قبل ما يترقد عليه، ولا ايه النظام؟ المهم فانا حممت السلام، قلت خلاص اليوم السادس ده انا مش هفقس فيه، يعني مش هجيب بيض للتفقيس ليه. فانا اكتفيت بالخمس ايام اللي هو اللي انا جمعتهم دولي، وان شاء الله ابدا مع بعض ايه نحطه نرصه في قلب الفقاس في الدرج بتاعنا اللي هو بتاع التفقيس، ونبدا نشغل الفقاسه. طبعا انا حطيت الميه في قلب الفقاسه اهو من تحت في الصينيه، وحطيت لها السفنج، وطبعا بليته ميه كويس جدا لان بيبقى ناشف، يعني حطيته في قلب الميه وضغطت عليه كده كويس، ضغطت عليه وبعدين قلبته الجنب التاني عشان يبقى ايه مندي كويس عشان يعمل لي نسبة رطوبة. ومع برضه مع ان احنا بإذن الله هنرش بميه وخل معلقة كبيرة على اللتر بالبخاخة ديت كده ايه واحنا ماشيين علشان خاطر نظبط الرطوبة بتاعتنا. لأن الرطوبة يا جماعة اللي انا بصراحة عرفته ان فعلا يعني 99.9% اول سبب عدم طلوع البيض او اي بيض من اي نوع لازم الرطوبة. يا جماعة نظبط الرطوبة ونبقى عارفين البيض ده بياخد قد ايه رطوبة ونظبط عليها، تمام. فيلا بينا ايه ناخد البيض ونرصه كده ونشوف احنا هنعمل. بس طبعا احنا دلوقتي هنشغل الفقاسة علشان تاخد درجة الحرارة بتاعتها المظبوطة، تمام، علشان اما نحط البيض ما يعملوش صدمه. الصدمه ازاي؟ ان احنا طبعا هو بياخد فتره كبيره على ما ايه ياخد درجه الحراره بتاعته. فطبعا البيض بيبقى مباشر على قدام، بالنسبه لي عندي هنا الفقاسه بتاعتي اللمبات بتبقى مباشره على طول على البيض. فطبعا انا لو حطيته كده يبقى انا هسلق البيض قبل ما قبل ما يشتغل. فانا اولا كده باذن الله هقفل الفقاسه بتاعتي كده زي ما انتم شفتم، عملت لها انا الفكره ديتي لما كنت بقعد اربطها باستك وكان بيتقطع كل شويه. ونشغل بقى باذن الله الفقاسه بتاعتنا وايه ونرجع مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا احنا بعد ما شغلنا يا جماعه انا بالنسبه لي بقى ايه لازم نظبط درجه الحراره بتاعتنا على 27.8. نظبط مع بعض كده بسم الله 6 6، وبنطلع بالسهم دلوقتي على 3 من 10 زي ما احنا كده، ونعمل 6، نعمل كنسل. هي الوقت درجة الحرارة 30.2 بدأت تطلع هي دي. ومع بعض كده ايه هنروح مع بعض نرص البيض ونيجي نشوف درجة الحرارة تبقى عاملة كام. يلا بينا كده يا جماعة الخير. يبقى وصلنا ان احنا ايه رصنا البيض زي ما انتم شايفين كده، تمام. لازم يا جماعة زي ما احنا قلنا القاعدة بتاعته لفوق والحتة المدببة اللي بتبقى لتحت، تمام، علشان خاطر الجنين بإذن الله ايه يبقى يطلع بطريقة صحيحة وما يتعبناش وتبقى مشكلة في أثناء خروج السمان. وبنضطر بقى نحن نفتح له علشان طبعا داخل من الجنب او داخل من بيضة مقلوبة والاخر ما بيعيش يا جماعة.
يعني ما كانش طالع من الاصل كويس او طالع مظبوط، صدقوني والله العظيم عن تجربة بتبقى العملية لخبطة في، يعني ما بتنجحش. ده بيضة مكسورة هنجيبها، طبعا لازم نخلي بالنا يا جماعة الخير، اي بيضة فيها اي كسر او خدش او شرخ ده يا جماعة عامل اساسي مش هيطلع البيضة. تمام، يعني انا والله لقيتني شايل اكتر من مثلا 4 بيضات لقيتهم فيهم شروخ وحاجات من دي، فلازم نخلي بالنا عشان ما نقولش ايه البيض السمان كان فيه، البيض كان فيه سمان وما طلعش، اخد هوا يا جماعة الخير من الشرخ او الكسر الموجود ده. تمام، وكده ايه نشوف بقى درجة الحرارة معانا بقت 37.3 لسه شوية، فطبعا احنا مش هندخل البيض خالص غير لما تظبط معانا درجة الحرارة ويفصل كمان. نستنى بقى ايه نشوف كده معاكم. يلا هي كده وصلت ل 37.8، نبدأ بقى نسمن ده كده. طبعا انا بحط الكرتونة دي يا جماعة قدام الازاز علشان تحفظ برضو ايه درجة الحرارة ان هي ما تخرجش على بره يعني. ونبدأ ان شاء الله ايه نحط البيض بتاعنا، نركب الدرج بتاعنا ونشوف بقى هنعمل ايه. كده يا جماعة الخير انا ركبت الحوض في مكان اهو دي الدرج. تمام، وان شاء الله التقليب هيبقى ايه يدوبك بس كده من تحت لفوق، وطبعا رشيته بمية وخل، لتر المية يا جماعة عليه معلقة كبيرة خل تفاح طبيعي. طبعا اللي عايز برضو يعرف طريقة الخل الطبيعي ان شاء الله بإذن الله هسيبها له في اخر الفيديو اتفرج عليها. وبعدين عندي مفاجأة هنا ان شاء الله يا جماعة، وانتظروا ان شاء الله مفاجآت مني كتيرة جدا. السمان ان شاء الله هيطلع بإذن رب العالمين وربنا يحسن سوقهم. اللي محتاج سمان عمر طبعا، بس انا عمر ما خرجوا سن يوم يا جماعة عشان خاطر الناس مش هتبقى عارفة يعني مش هتعرف له، فانا بإذن الله سن يومين او 3 ايام هطلعه بإذن الله بسعر 2 جنيه للي عايز ان شاء الله. طبعا بس يا جماعة من اهالي دمياط القديمة او الجديدة علشان يبقى سهل عليا ان انا ايه انقل لهم، لان طبعا السمان رهيف ما ينفعش ان هو يتنقل ويروح مكان بعيد. وكده يا جماعة الخير يبقى وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا. ان شاء الله بإذن الله هنظبط درجة حرارتنا على 37.8 زي ما احنا قلنا، وبعد 3 ايام هنبدأ نقلب البيض. ال 3 ايام اللي جايين ان شاء الله كلهم ثبات، وبإذن الله اخر 3 ايام هنبقى بقى برضه هنوقف ثبات، والبخ بتاعنا ان شاء الله هيبقى مع كل تقليبة او كل 6 ساعات في الايام اللي هي مش فيها تقليب. واخر 3 ايام بإذن الله هنزود البخ، هيبقى كل 4 ساعات مش 6 ساعات يا جماعة عشان نرفع نسبة الرطوبة شوية. المهم مع مراعاة طبعا خروج يا جماعة عدم احتباس الحراري. طبعا احنا لما نيجي نقفل يا جماعة لازم نسيب الفراغ ده كده علشان خاطر الاحتباس الحراري والبيض يتنفس، لان اتسألت عليه الموضوع ده كتير، فزي ما انتم سامعين يعني شايفين كده انا بسيب الفراغ ده كده باستمرار بشرط ان اي درجة حرارة زيادة او عالية او يعني بخر عالي يخرج ما يأثر ليش على البيض. وانتظروا ان شاء الله يا جماعة في ان شاء الله في الايام اللي جاية بعد 15 ان شاء الله يوم او 16 يوم حسب ما ربنا يعني يطلعه، ونشوف ان شاء الله طلع لنا كام بيضة او كام كتكوت ان شاء الله رب العالمين. وكده يا جماعة الخير يبقى وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. انا عجبكم الفيديو ما تنسونوش من دعاكم، احبكم في الله.